بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمن أهم ما يميز أمة العرب هو الكرم، وهذه حقيقة معروفة للعنصر العربي الذي لم يختلط بغيره، لم تفسد طبائعه. هذا بيور لوتي الرحال الفرنسي المشهور يقول: أمة العرب لم تغير طبائعها منذ 4000 سنة. وقد كتب غوستاف لوبون كتابه حضارة العرب، وأثنى على كثير من الجوانب الإيجابية في حياة العرب. أذكر أن مدينتنا الميادين ليس فيها فندق واحد ينجح مع كثرة الوراد إليها. الناس يأتون إليها، وفيها شركة نفط قريب منها، الأجانب والعرب وكل الناس يأتون باستمرار، ومع هذا ليس فيها فندق واحد، وكل ما يفتح شخص من الأشخاص فندقا يفشل ويفلس بعد ذلك. هذا الذي رأيته بعيني، أن الإنسان إذا ما جاء إلى هذا البلد غريبا، ما عليه إلا أن يدخل مسجدا من المساجد وأن يصلي العشاء مع أهله. فالناس إذا ما رأوا تلك الحقائب، هذا رأيته بعيني، إذا ما رأوا تلك الحقائب أي واحد من الناس يقول له تفضل، ولا يسأله من أنت وإلى أين أنت. هذا رأيته يعني مرات كثيرة، وتحدثنا عن أشياء مشابهة بل هي أشد في القرى التي حولنا في تسجيلات سابقة. هذه الحادثة قبل أكثر من 25 سنة. ذهبت إلى دمشق آنذاك لأقدم أوراقي إلى مسابقة المعيدين، وهذه المسابقة فرصة يعني يقبل فيها الأوائل، المعدلات العليا، يعني يحتاجون مثلا 5 أو 6 فيأخذون الأعلى. وما كنت أعرف أين أذهب، وليس لي مأوى آنذاك لأني قد تركتها، كنت طالبا، كان عندي سكن. حصل أمر غريب معي، أخذت النفقة التي أحتاجها، ليس زيادة. الحقيقة يعني في بلدي أنا لا أحد يعرفني بالثياب الأفرنجية، كل الناس يعرفوني بالجلباب العربي، كل الناس. يعني حتى أذكر من الطلائف، كنت مرة في سيارتي أقود السوال بس الثياب الأفرنجية لن يذهب إلى الجامعة حتى أدرس فيها، فسلمت على المؤذن الذي يؤذن لي في مسجدي، يعني أنا الخطيب وهو المؤذن، قلت السلام عليكم، ما عرفني، لكن بعد ذلك انتبه. استعرت آنذاك ثيابا إفرنجية حيث لم أكن أقتنيها، يعني بنطلون وكذا، ومن بعض أقربائي، وذهبت إلى دمشق. أخذت نفقة كافية لي رأس برأس تكفيني الذهاب والإياب والعودة دون زيادة. ذهبت إلى هناك لأقدم الأوراق، وإذ بالطابع، وقصدوا ذلك قصدا حتى لا يدخل إلى الجاد، الطابع طابع التقديم، ختم الدمغة، مثل يسمى دمغة، الطابع قيمته مبلغ تقريبا كل ما يمكن أن يكفيني للبقاء مدة اليوم. إذن على هذا الأساس أنا بين نارين، إما أن أقدم وأسافر فورا بحيث لا يبقى عندي نفقة، أو أترك الأمر لأن هذا مكلف. يعني أوراق معينة استمارة وطبع كانت يعني ربما يعني كل النفقة الزائدة عندي. ماذا أفعل؟ ولا أعرف شيئا، أنا ذاك لا يوجد موبايلات ولا اتصالات ولا حتى لي معارف، لأني قطعت فترة طويلة خارج البلد. أحد الإخوة الفضلاء من مدينة جيرود كان طالبا معنا
في السنة الأولى رأيته مرة أو مرتين في مسجد الدكتور بوطي، كان يحضر دروس، رأني تكلمنا معا، يبدو عليه من صحبة الصالحين، وكان من تلاميذ شيخنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري رحمه الله. هذا الإنسان تكلمنا معا قليلا، فألح علي أن أذهب معه إلى المدينة، إلى مدينة جيرود، ألح بشدة. فقلت خلاص، يعني ما دام وجب علي الإقامة فالله سبحانه وتعالى يسر الأمر. ذهبنا إليه، أكرمنا غاية الإكرام، نمنا عنده ليلة ومن أفضل الليالي. لم يحصل بيننا تواصل بعد ذلك، هو اللقاء الأول والأخير، وقد مضى عليه سنوات طويلة. بعد ذلك تعرفت على فضلاء من أهل دمشق، فوجدت هذا المعدن كما هو، المعدن الصافي. يذكر علي الطنطاوي في ذكرياته قصة عن شخص اسمه خشبة باشا على ما أذكر، مصري. هذا الرجل دخل إلى الشام دمشق آنذاك، وهو من أغنياء باشا، هو صار أظن وزيرا بعد ذلك في مصر. فهذا الرجل أعجبه مكان في منطقة المهاجرين تطل على الشام الصالحية، تطل على مدينة دمشق، والإطلالة غاية في الروعة. وجد بيتا جميلا، قصرا منيفا هكذا. سأل شخصا أين الفندق أمام القصر، قال هذا هو الفندق، لا يوجد لوحة. قال طيب. فدخل في هذا الفندق فوجد غرفة مجهزة، قال نحن عادتنا نطعم الزبائن كما يطلبون، فاكتب لنا الطلبات، ماذا تريد في الإفطار وفي الغداء وفي العشاء. فكان يكتب كل ما يريد، ثم يقدم له كل شيء على أحسن وجه وأتمه وأكمله، أطيب أنواع الطعام وكما طلب وزيادة. وجلس عنده أسبوعا أسبوعين هكذا، فترة طويلة من الزمن، وهو غني ليس بحاجة، يعني ليس فقيرا يعني. فقال له الآن أريد أن أخرج، كم الحساب؟ فضحك وقال أي حساب؟ قال حساب الفندق. ومن قال لك نحن عندنا فندق؟ أنت ضيف عندنا، فهذا بيتي، هذا بيتي. وكل تلك الأيام كان يأكل ويشرب وينام مرفها على نفقة صاحب البيت. هذه القصة، هذا الشخص لا نعرفه، ذكره علي الطنطاوي. ذهب علي الطنطاوي إلى مصر والتقى بخشبة باشا هذا، وقال له أريد هذا الشخص هذا كذا، أعطاه عنوانه وكذا، وعدني قال إذا أتيت إلى مصر سأتي إليه. لم يأتي إلي إلى مصر ولا مرة. فشرح له القصة كاملة وحكاها علي الطنطاوي في ذكرياته وذيعة آنذاك على الراديو أو غير ذلك. هذا الحقيقة من أهم صفات العرب، فإذا وجدت بخيلا فاعلم أنه ليس عربيا، يعني ليس عربيا مجازا. نعم قد يكون من دماء عربية ولكنه اختلط وفسد، ما هو يعني مادر كان عربيا، وقد ضربوا المثل ببخله. إيه؟ مادر ما قصته؟ قالوا أبخل من مادر. مادر هذا وجد نبعا من ماء، معروف بالبخل هذا الرجل، عين ماء وجدها في الصحراء، ومعه إبله وأغنامه وأشياء وكذا، فشربه حتى ارتوى وملأ أوعيته ويعني المزادات حتى امتلأت تماما، ثم سقى إبله ومواشيه كاملة حتى ارتوت. فخشي أن يأتي شخص بعده يأخذ هذا الماء فسلح فيه، أفسد فيه، نجس هذا الماء ومشى. فقالوا أبخل من مادر. لكن هذه أشياء مستثنات لا يلتفت إليها. العرب الأصل فيهم هو الكرم، وهذا حقيقة. وحتى الأمم التي اختلطت بالعرب وامتزجت بها امتزاجا حقيقيا عن حب أخذت هذه الطبائع، فتجد يعني حقيقة دخلت بعض البلاد، يعني مثل وادي فرغانة، وهم أيضا مشهورون بالكرم، وهم الأوزبك عموما كرماء صحيح حقيقة هذا. فوجدت نفس العادات التي كانت في بلادنا، يعني تقديم الماء للضيف ليغسل يديه عن هكذا،
دون أن يذهب إلى المغسلة، يعني أشياء بقايا من المكارم. عموما الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.